يا اخوان في الحلقه هذه ان شاء الله هنروح نشوف الطيور في المزرعه، وهنعمل اللي هو روتين اطعام الطيور الوجبه الاولى، وكمان يا اخوان هنشوف كل الطيور ومشاهد حلوه كثير كثير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته احباب رجعكم فيديو جديد. طبعا يا اخوان هنروح نشوف كمان وين راح الاكل ومين السارق او اللي سرق الاكل، وكمان حنشوف اللي هو جميع الطيور، مشاهد كثير 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 حلوه وحتعجبكم، حنطمن عليها وحنتكلم يعني مواقف وين بنحط الاكل، حنتكلم عن كل طير على تربيه اللي هو الطيور، ومعلومات لكم كمان ان انتم تشاهدوا طيورنا في المزرعه. بديش اطول عليكم، خلينا نروح على السريع، وزي ما تعودنا اربط حزمه الامانه وانزل تحت واشترك في القناه وفعل تنبيه الجرس الفاخر عشان يصلك كل جديد، وخلينا نروح. ليتس جو. طبعا يا اخوان في حلقة اليوم ان شاء الله هنلف على كل البيوت ونطمئن على طيورنا. طبعا هدول واقفين اللي بدهم ياكلوا، منظرهم محزن. كنت تاكلوا؟ بدك تاكلي؟ والله تقول بتفهم معي، بدك تاكلي؟ تمام يا اخوان، خلينا نروح نطعمي اللي هو طيورنا ونقدم له الوجبات. صراحة هذه الوجبة اللي هي صباحية، فحنقدمها على الطيور تبعتنا وحنطمئن على كل الطيور ونلف على كل البيوت. صراحة منظرهم كثير حلو، هم يعني واقفين ومستعدين للوجبة الأولى، فسبحان الله. تمام خلنا نروح نشوف الطيور تبعتنا ونطمئن عليها. طبعا حنرجع نطعم اللي هو الطيور هذه الصغيرة في الأقفاص زي ما شايفين، الا وهي الفنجس او الزيبرا، وكمان طير الحب هذا الانثية تبعتك وين؟ انا ما اعتقد جوا في العشية بتحضر لوضع البيض. وقفين لي وقفين لي يا اخوان، كنت تاكلوا؟ ما شاء الله. تمام حنرجع كمان نطمئن على الطيور هذه، الا وهي طيور طير الحب او اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، الدويري هندي احنا بنسميها عنا، عن كنتوا بتسموها باجي. اكتبوا لنا تحت في التعليقات ايش بتسموها عندكم الطيور هذه، وخلنا نحزن على هذول المطعمين لانه بيلحقوا فيها. ايش بدكم بتلحقوا فيها؟ حصرتوني. الله اكبر. طب تفضلوا امشوا، يلا تعالوا 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 تعالوا. طابور ورايا، طابور. بلحقوا فيه هذي. تعالم تعالم. طبعا معايا اللي هو اكل الكتاكيت واكل اللي هو الطيور هذي. خلنا نحط لهم الطعام تبعهم ونسكر عليهم. بسم الله بسم الله بسم الله. طبعا الحبوب يا اخوان تبعتهم مكونة من كذا حبوب. طبعا تكلمنا في الحلقات اللي فاتت كثير عن الحبوب هذه، طبعا فيها اللي هو ذرة وذرة عويجة والشعير والقمح والفول والحمص والبازيل او الباسيلا والبزر اللي انتم شايفينه، بزر دوار الشمس. خلنا نحط لهم كمية اللي هو الفطور المحترم. طبعا هم افطروا، يعني انا جبت لهم بعض اللي هو الأشياء من المنزل وفطرتهم لكل الطيور في المزرعة مش بس هما. الحمام جبت له اللي هو رز مطبوخ. الطيور اللي هو زي هاد جبت لها خبز ناشف، والطيور الثانية زي هاد جبت لها خضار، والرومي كمان جبت له خضار مع خبز مبلول، والدجاجيات اللي في الأقفاص غاد كمان طعمتهم اللي هو خبز ورز مطبوخ. طبعا خلنا نفوت هان ونطعمي زوج البط هذا، طبعا متحمسة الأنثى وخايفة من الذكر بنفس الوقت، زي ما شايفين هي خايفة من الذكر ولكن متحمسة للأكل وبدها تاكل لتفطر. وزي ما قلت لكم أنا برضو فطرتهم، مهما يعني الطعم اللي هو بالذات الحاجات البلدية بتضلها تاكل عندها شهية ما شاء الله، وطالما شهيتها مفتوحة اعرف انه الطير تبعك يعني بخير وسليم ما فيش فيه امراض.
تمام يا اخوان، حبيت ان انا اعمل لكم هيك سلو موشن على اللي هو الطيور، وقطعت معاكم في اللي هو اطعام الطيور غاد، قلت برجع لكم. تمام، ليش انا بحط لهم كميه قليله؟ ليش يا اخوان؟ تمام، تعال نشوف ليش انا او ايش السبب. تعال نفتح هذه الصخره، شايفين يا اخوان؟ شايفين النمل ليش مسوي؟ النمل ماخذ اللي هو الحبوب. خلينا نفرجيكم اكثر، خلينا نفرجيكم اكثر. طبعا هذا صرف صحي، خلينا نفرجيكم. شايفين؟ شايفين النمل ايش مسوي؟ خلينا نطلعها ونفرجيكم اكثر. طبعا هذا صرف صحي يا اخوان، فحتلاقوا فيه اللي هو صراصير وحاجات. شايفين النمل ايش مسوي؟ ماخذ اللي هو الحبوب، ماخذها. تعالوا تعالوا تعالوا، فيها كنز، في كنز، فيها بروتينات. تعال ايوه 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 ايوه، خذي خذي. وقعوا في المجاري، اخذت الصرصور الكبير. يا حجه نزلت لي الرمل هان، اطلع اطلع بس اطلع. أكرمكم الله، أعزكم الله، يعني بعد المنظر هذا، ولكن حبيت إن أنا أفرجيكم اللي هو ال شو اسمه النمل إيش بسوي. فبياخذ اللي هو الحبوب هذه يا إخوان. فيها صرصور، تعال تعال تعال. أنت إيش جايبك؟ أنت تأكل صراصير؟ صراحة جاي للحبوب. تمام، فعلى أساس هيك يا إخوان بقلل اللي هو الكمية، بحط لهم على نظام وجبات على اساس انه اذا تم معاهم لليل فحيجي النمل. وصراحه بطلع هان النمل وبياخذ اللي هو الحبوب هذه كمان، فعلى اساس هيك ان انا بحط لهم كميه قليله. فبالنسبه للاخوه اللي هلقت اكيد حتهاجمني، بس هلقت حاطط لهم اكل، فانا بحط لهم نظام وجبات ولكن على اساس انه النمل بياخذ اللي هو الحبوب. تمام، خلينا على السريع نشوف هذول هل عندهم اكل ولا لا. صراحه هذول عندهم اكل زي ما شايفين، في يوجد اكل، وهذول انا حطيت لهم امس لسه موجود. فتمام، خلينا نروح نرجع على اللي هو اطعام الطيور الثقيله، ونسكر اللي هو البير هذا ونرجع لاطعام الطيور الثقيله. يعني اقسم بالله انت ما عندك دم، قور قور، وقعت الرمل جوا، لقيت حتحشر. صراحة اللي استفاد معانا هذول الجوز اكلوا اللي هو الصراصير الصغيرة. صراحة يا اخوان الصراصير هذه عبارة عن بروتين، فمش ضار لإلهم. تمام، خلنا نطعم البطة هان، بطة اللي هي اللي راقدة على البيض، فخلنا نحط لها وجبتها من الطعام. بسم الله، يلا اطلع اطلع اطلع. انت ايش جابك يا شمشوم المزيف؟ اطلع برا. تمام، حنروح نشوف باقي اللي هو الطيور. بسم الله، تعالي تعالي وراي، تعالي تعالي انت، تعالي من وراي، تعالي. خلنا ندخل الدجاج السلكي او القطني في المنزل ونسكر عليه. بسم الله. تمام، هذا هو فادي وقدوة وفدوة، الدجاج القطني او السلكي،
وخلنا نطعم اللي هو هي قامت عن وضع البيض باضت، كانت راقدة فباضت. خلنا نحط لهم كمان الطعام لإلهم. بسم الله بسم الله. طبعا انا تكلمت في الحلقات اللي قبل عن اللي هو الدجاج اللي بركض نصف نهار في اليوم على البيض، وتكلمنا يا اخوان انه لو انه ركض فهي 5 ايام حتقعد تركض في الليل وبعدك حتركض على طول، ولو انه مش ركض حتقعد 3 ساعات انه هي بتوضع بيض في اليوم، فهذا مش ركض. اما لو ركضت في الليل وقامت في النهار لمدة 5 ايام ترددت على البيض فهذا هو ركض، وبداية اللي هو الركض. تمام، خلنا نطلع شمشوم المزيف هذا اللي لحقني وين ما كان، طلع لحاله. اطلع 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 اطلع. وندخل اللي هو هذه الدجاجة تاكل. بسم الله بسم الله بسم الله. يلا كلي كلي. في كمان واحدة، تعالي يا حجة. حجة مطربوش، تعالي يا مطربوش، تعالي. بسم الله بسم الله. يلا 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 يلا. هوب 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 هوب. جدع. تمام، خلنا ناخذ اللي هو ونحط لهم الطعام تبعهم. طبعا بسم الله ما شاء الله بسم الله. الاكله تبعتهم ملوها رمل، مش عارف صراحه ايش قصتهم. طبعا هذا وجبتهم اللي هو الصباحيه زي ما شايفين. خلنا ننقل على الدجاج التركي لانه متحمس. Good morning. How are you? How are you? خد خد كل تعال. هيو هان هان هان. وقع اللي في ايدي. كيو هيو هيو. ايوه ايوه تعال تخفش. بسم الله. تمام يا اخوان، هنقدم اللي هو طعام للدريك الرومي او التركي او ايا كان. ما شاء الله عليه. بسم الله. يلا كلوا كلوا كلوا. بسم الله. كلن 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 يا حجة كلن. طبعا بسم الله ما شاء الله، كل يوم بكبر عن اليوم اللي قبله وبزيده. ربنا يحميهم من الجرذ اللي قضينا على نصف الجرذ في المزرعة بحمد الله يعني وشكره. تمام، معانا اللي هو بط صغير او بعمر برضو شهر الا. خلنا نحط له نوع ثاني من العلف الا وهو علف نمرة 1 او علف بادي. خلنا نشوف ايش حيطلع معانا. طبعا حيقع نصه واحنا بنحط له الاكل، حيقع برا. اطلع بس اطلع. بسم الله. طبعا وقع نصه، حنجيبه. شايفين؟ روح غاد 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 وليد، انت فاهمة غلط، هو اكل اكل طيري. وحنحط للانثى علف من اللي احنا بنحطه للدجاج الكبير. هنجيب لهم كمان شوية علف نمرة 1 ونحط لهم. يا ساتر زي ما شايفين. بسم الله. وحياكلوا ينبسطوا وينعموا في الرخاء والسكينة السكينة. تمام، خلنا يا اخوان نحط لهذول الزوج لانه يا اخوان خايفين الجراذ ياكل اللي هو الكتكوت تبعهم، فهنحط له ونسكر عليه. طبعا هو قرب اللي هو ينتج، ينتج ثاني. طبعا الذكر بيلحق الانثى. ها شوفوا شوفوا شوفوا. بسم الله. شايفين؟ طلعوا، لاحظوا معي، لاحظوا. بسم الله. شوف كيف الذكر ولا عبرها عشان بياكل بس مش اكثر، ولكن لو انتبه للانثى كان
طلع وراها جري هرولة. شوف شوفوها جراية على الأنثى. ولقيت بقعد يضرب فيها على أساس إنه يخدها على البيت. ما شاء الله زي ما شايفين هينتج قريب إن شاء الله. تمام يا اخوان، خلنا نطعم اللي هو الزوج الثاني اللي هو ملك الجبل، لانه بدناش نخسر الكتكوت تبعه زي ما خسرنا الكتكوت اخوه برضو جرذ افترسه زي ما شايفين. هنحط له كمان وحنسكر عليه ونجيب الزوج الثاني اللي تو طلعناه. يلا يلا يا بابا، يلا يلا حبيبي، يلا يا نغة، يلا يا عيني. بسم الله نجيب الذكر ونحطه ونسكر الباب عليهم لأنه خايفين الجرذ يكمل عليهم. تمام يا إخوان، حنطعم اللي هو باقي الطيور ألا وهي الحمام، بس مش حنطعميها هنا، حنطعميها برا معاكم ونسكر معاكم الفيديو بمشهد حلو هيك وهم بياكلوا. ما شاء الله يا اخوان، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وبس بهيك بنكون وصلنا معاكم لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناه وتفعلوا تنبيه الجرس الفاقب حزيل لسل كل جديد. حبايبي بتمرش عليكم يوم من غير ابتسامة أكثر، والصلاة على النبي، أذكر الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعة.